السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة منصورية نت. إن شاء الله تعالى النهاردة هنتكلم في قرارات الحكومة المصرية. بالأمس الحكومة المصرية اتخذت عدة قرارات بالنسبة إيه؟ بالنسبة للإغلاق العام، تمام، المحلات آخرها الساعة 9، ما فيش حدائق، ما فيش منتزهات، ما فيش احتفالات في الأعياد، وكل ده بسبب الإهمال والتسيب اللي احنا وصلنا ليه. يعني المصريين، احنا الحكومة بتنادي في جنب وهم في جنب تاني، الحكومة تقول لا للتجمعات، هم بيحبوا التجمعات. يعني أقرب ناس للمقرات الحكومية مين؟ مثلا الوزارات هتلاقيها فين؟ في القاهرة، تمام. شوف القاهرة حج، ادخل كده على شارع واحد بس، شارع سيدنا الحسين. انتوا عندكم في القاهرة بتقول شارع الحسين، شوف شارع الحسين الوضع. طيب شروح المسكي، طيب روح العتبة، روح رمسيس، في اي محافظة، شوف الوضع ايه اللي حاصل، شوف الزحامات، شوف الشوارع اللي مكتظة بالبشر، محلات مفتوحة، قهوة مفتوحة، كل شيء مفتوح على البحري. ورغم انهم شايفين وكل يوم بيتفرجوا في التلفزيونات وبيشوفوا ان الهند فيها مهلك، الهند فيها مهلكة، وفيروس متحور، كل يوم 400,000 إصابة، كل يوم 4,000 ميت و 3,000 ميت، وإحنا عندنا هنا كله نايم في البطاطس، محدش إيه عايز يتعظ، محدش عايز يلتزم، وكلها الدنيا سابت لدرجة إيه إن الحكومة اتخذت إجراءات قوية الآن، فكله يتحمل بقى. أنت حبيبي جبته لنفسك. يعني وبعدين انت شايف قدامك دولة زي الهند تحترق، الناس مش لاقين لها مكان في مستشفيات، الناس بيرموهم في حفر، الناس بيحرقوهم، ورغم ذلك وكلكم شفتوا، ورغم ذلك احنا بنخالف. وبعدين ما تعتقدش ان انت بعيدنا الفيروس المتحور بتاع الهند، لا حبيبي، انت عندك الهنود في كل دول الخليج، والمصريين العمالة المصرية في كل دول الخليج. يعني انت ممكن عمالة مصرية في الخليج في اي دولة خليجية يصاب بالعدوى وياجي مصر وينشر العدوى، فيعني الفيروس حيوصل لك سواء ابيت او رديت، سواء قمت بالاجراءات او ما قمتش. فالمصريين رجاء لوجه الله تعالى، كل واحد يخاف على اسرته، خاف على أولاده، يخاف على الناس البسطاء، خاف على الناس البسطاء اللي هم إيه، اللي هم في عز الاحتياج إن هو يكون له دخل في رمضان أو يدخل جنيه واحد يفرح به أولاده في أيام العيد. أنت كده بتبوظ عليهم كل شيء. الإغلاق العام ده معناه وقف حال. تعرف وقف حال إزاي؟ يعني القهوة دي فيها كم واحد شغال؟ مثلا يعني المحل ده فيه كم واحد شغال؟ الدنيا دي كلها بسبب ايه؟ بسبب ان احنا مش ملتزمين. احنا يعني مش بنقول ان هي تتقفل نهائيا، لا، احنا بنقول انت يا باشا التزم واتخذ اجراءاتك الاحترازية وروح مكان ما تروح. انما احنا ما عندناش مشاكل، يعني واحد يكون لابس الكمامة يوصل قدام الجامع يروح قالح، واحد تاني لابس الكمامة في الشارع يجي يركب ميكروباص يقلح، واحد تالت مش عارف لابس الكمامة في الشارع يوصل عند المستشفى يقلح. احنا بنعمل العكس اصلا، كل شيء والعكس. والاجراءات اللي اتخذتها الحكومة دي بنحيي عليها الحكومة المصرية والله، لان الناس هي اللي عايزة كده، الناس تستاهل اللي حصل فيهم كده. رغم كل التحذيرات يا أخي، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الطبية حذرك من أيام، وفي قنوات فضائية نقلت الحوار بتاعه، الاتصال والمكالمة الهاتفية، والراجل قال يا أخواننا ما تضطروناش إن إحنا إيه نقول للحكومة تخذوا إجراءات أقسى وأقوى لوقف زيادة أعداد المصابين. ورغم ذلك المصريين لا حياة لمن تولد، كل يوم أموات، كل يوم عنيد في الناس، كل يوم جنازات تشيع، تدخل الفيسبوك يوميا
هتلاقي اكثر من 10 اخبار حالات وفاه، والناس ما بتتعظ، ما حدش بيتعظ ولا حد عايز يتعظ اصلا. طبعا انت عشان خاطر نكلمك، انا هكلمك باسلوب سياسي واقول لك الحكومه قالت البند كذا ونمره واحد كذا واثنين كذا وثلاثه كذا. لا حبيبي والله ما حنفع معك، لا نفع معك نكلمك باللهجه المصريه ولا باللهجه الصعيديه ولا باي شيء. يعني مش عارف الواحد يجيب طبله ويضرب عشان ايه يفهم الناس. كله فاهم، كل واحد ربنا اداه عقله ودماغه شغاله وعارف كل حاجة وشايف الأخطار قدامه، ورغم ذلك هو في الطناش. فنتمنى من الناس الالتزام، نتمنى من عباد الله الالتزام، برجاء الالتزام لأن ده وقف حال، في وقف للاقتصاد. الناس اللي عاملة كلها هتوقف، الناس المساكين البسطاء اللي بيطلعوا يشتغلوا يوميات هيوقفوا، الناس البسطاء اللي بيبيع وجبات او بيبيع كذا او كذا وكان مستمر لحد الساعة 12 بالليل وحد الساعة 1 وفيهم ناس لحد السحور، ده حيوقف، كله حيوقف وكله حيعود عليه بالخسائر، لان كل محل فيه عدة اشخاص شغالين. وشوف مصاريفه كام، وشوف الناس دي رواتبها كام، علشان يوقف ويقفل انت كده بتوصله للضياع. كل دي نتائج سلبية مجتمع بأكمل، مش نتائج فرد، لا يا باشا، نتائج سلبية مجتمع، مجتمع بأكمله سلبي والله العظيم. والشيخ الشعراوي رحمة الله عليه صدق لما قال لحسني مبارك: وشعب آسف من أن يكون سلبي. وإني يا سيادة الرئيس أقف على عتبة دنياي لأستقبل أجل الله، فلن أختم حياتي بنفاق، ولن أبرز عنتريتي باجتراء، ولكني أقول كلمة موجزة للأمة كلها، حكومة وحزبا ومعارضة ورجالا وشعبا، آسف أن يقول سلبي. فعلا احنا سلبيين، فبرجاء نتمنى من الناس الالتزام، لأن الإجراءات القادمة هتكون أقسى وأقوى. يعني دلوقتي قال لك إغلاق عام للساعة 9 بالليل، تمام، من 9 بالليل البداية ل 7 الصبح، بعد كده ممكن يقول لك إغلاق عام نهائي بسبب انتشار الفيروس، والفيروس المتحور ممكن يوصل. ده الهند، دمار في الهند، فما بالك احنا اللي على قدنا؟ يعني هل مستشفياتك هتتحمل ان يكون فيه 100,000 اصابة في اليوم؟ دول عندهم 400,000 اصابة في اليوم، انت هتقدر تتحمل يكون عندك 100,000 اصابة في جميع الجمهورية؟ مش هتلاقي مكان في المستشفيات، وزيهم برضه هنبقى في الشوارع وهنبقى تحت الشجر في الطرقات، وكل واحد يدور ليه على انبوبه اكسجين وعلى جهاز تنفس، ويقول لك شوف يا عم المصريين وياخذوا علينا السنه كلها بالصلاه على النبي في قنوات الجزيره وفي قنوات العربي وفي قنوات الهاربه في تركيا، ونبقى في فضيحه بجلاجل وجلسه بحناجل بالصلاه على الحبيب. ونتمنى من الناس جميعا الالتزام، بارك الله فيكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، سلام.